السلام عليكم حبوباتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين اليوم؟ واحد الوصفه مندعشه وبسيطه وناجحه 100%. ندير لكم الكغاتان بالقرعه وبالبطاطس، كتجي يا سلام لذيذه. جربوها وزوينه، كدير في تكال في الصيف خفيفه، وحتى في فصل الشتاء في البرد. انتوما البنات اللي عجبتكم بحال العاده ديما لي بوس لايك، ولا نخليكم ونقول لكم يلا معايا، تبع معايا الطريقه والمقادير ان شاء الله. السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير. جيت لكم بواحد الوصفه خفيفه بحال العاده، الكل يقدر يعملها، وزعما المكونات كاينين في جميع البيوت. جيت لكم بواحد الكغاتان ديال لي كورجيت، القرعه والبطاطيز، وتقدروا ديروها غير بالبطاطيز بوحدها، تقدروا ديروها بلي كورجيت بوحدها، ولكن غندخل فيها انا جوج اشياء، القرعه الخضراء والبطاطا. عندي البطاطا بالقطع، وقلت علاش لا ما نديرهاش معاكم، وراه في الاخر ندير لها بيتي صوص ديال البيض مع القشدة الطارية ولا مع الياغورت المسوس. المهم كل واحد كيفاش غادي يديرها، المهم بقاو معايا ما تمشيوش بعيد باش نوريكم الطريقة. المقادير البنات هما هادو انتما كتشوفو. مقادير كتوفر في جميع البيوت، سهله. القرعه ديروا وحده حتى لجوج على حساب الطاوه. انا هنا غندير لكم طاوه صغيره، نقدر غندير غير وحده على حساب، وغندخل فيها كيما قلت لكم البطاطيز ولا البطاطا. حتى هي ما بحال كاع تدخل ليها هادشي، تدخل ليها غير النص وثلاثه البيضات ولا اربعه في الاخر. هادو حتى الاخر مع لاصوص والبصله. البصله اللي البصله كتعطي واحد النكهه، زعما واحد الحلاوه لهاد الكغاتا. هذا اللي بغيتو ديروا، ما بغيتوش ديروا ما ديروا. دوكا سميتو غادي نبداو ان شاء الله. غادي ندير الزيت، الزيت النباتيه ولا الزيت زيت العود اللي بغيتو، اللي توفر عندكم في البيت ديالكم. انتما كتشوفوا، غادي نبدا معكم. الزيت هي كطيب، البصله راه قطعتها ها هي، والقرعه غادي نقطعها بحال هكا الشرائح. المهم راه غسلتها، غادي نعاود نغسلها عاود مره ثانيه. غادي نعاود البنات غير باش نوري لكم بحال العاده الطريقه المبتدئات. هانتوما تشوفوا، تقطعوا هاد المرات غير بحال هكا. كنفضل تكون هكا، كتكون في الطبق زوينه باش ما تخسرش الواحد يديرها هكا. انا شريتها للكسكس، بقاو لي هاد الجوج، وكتعرفوا في ساعه كيخسر هادشي واخا تيكون في الثلاجه، راه او بو دو 3 جوغ 3 ايام 4 ايام كلشي هادشي كيدبل. هانتوما مقطعه بحال هاد الشرائح بحال هكا، راه كطيب هي في ساعة. نتوما كتشوفوا ها هي هي، والبطاطس حتى هي غادي ندير حتى هي غوندال، زعما دوار حتى هي دوائر. نوري لكم غير وحده ولا جوج البنات بحال العاده. خص الواحد ديما يبقى يوري ولو بسيط هادشي.
حيت كيدير داكشي في صافي صافي بون ما خص الواحد بقى يوري شويه. ها هي بحال هذا الشكل نتوما راه نبيت ندخل فيها زعما هاد البطاطا نورمالمون تقدر دير بها ديروها باي خضره يا البنات كتجي زوينه. المهم هي الخضره تجي بنينه وزوينه غير المهم يكونوا لي هذوك التوابل ديالها تجي زوينه. هاي البنات الزيت راه طابت ليا غادي ندير انتما كتشوفوا الزيت راه طابت غادي نقرب لكم يمكن الكاميرا باش تشوفوا شويه ولا ها سميتو غادي ندير سميتو الملحه وشويه البزار على حسب الذوق ديالكم البنات الملحه والبزار هانتوما غادي نبورها واحد شويه غنديروا ليها البنات الثومه حتى هي الا بغيتي ديروا ليها الثومه حتى هي كتجي زوينه في الكراتا تكون الثومه وشويه سميتو الكوزه هي غادي نديرها في لاصوص ديال اللي غادي ندير في الاخر الريحه ديما سبحان الله البصله كتكون فيها الريحه كتكون الريحه زوينه غادي نغطيها نبقى نديروها نبقى نحركوها يا البنات هانتوما كتشوفوا نقربكم عاود حدايا شويه غادي نزيد معكم اون بوم دو تيغ البطاطا استسمح بطاطا كنت كنهضر لكم بالفرنساويه والله الا استسمح من الناس ما تيعرفوش كاينين الناس ما تيعرفوش انا بالحكم تعطلت في فرنسا تغلبت عليا بزاف الفرنساويه مي بون كنحاول نشرح البنات داكشي كنعرف سورتو المصريات اللي كنقدم ليهم الشكر ديالي كبير و المغربيات الجزائريات جميع الناس اللي كيتبعوني كنقولها ديما كنقول لكم شكرا شكرا على دعواتكم الزوينه وعلى الشكر ديالكم كنفرح بزاف هانتوما كتشوفوا وليت كندير بريسك تولي جوغ كل نهار وليت غير نوض كنقول بلاتي خصني ندير شي حاجه وليت مدمنه بهذا الحب ديال يوتيوب فوالا كنبغي كنقول ندير مره لا مره نهار وليت كندير كاع بزاف انتوما العائله ديالي و كنرتاح لكم بزاف فوالا واخا ماشي حدايا راه نتوما حدايا في قلبي هانتوما البنات انا كاين عندي البطاطا الحمراء والصفراء المهم داكشي كنقول لكم ديما داكشي تيكون عندي في البيت كان نهزو ونديرو صافي البنات غادي نكمل هادي ونحبس فوالا غادي نحرك عاود هادي البنات باش ما كنظن البنات جاتكم بعيده شويه البنات غادي يطيب هذا الشيء غادي نرجع معكم البنات الطبق اللي غادي ندير فيه هذا الكغاتان ديال الكورجيت ولا البطاطيز بدلتو كنت بدي واحد صغير دونك بدلتو غادي تهزو شويه الزبده
ديروها ليها ولا شويه زيت العود زيت النباتيه عفوا غير باش ما تلصق لكمش نورمالمون. وانا كنفضل ديما الزبده، الزبده كتكون بنينه وزوينه هانتوما كتشوفوا. سما غيفت انا كندير الزيت بعض المرات ما كتكونش عندي صافي. هانتوما نديروه هذا هنا دروك البنات غادي ناخذ هذا سميتو ديال لي كورجيت ديالي ها هي كتشوفوا. غادي ندير وحده وندير حداها هذه هانتوما وحده على وحده صافي بحال هكا. هذا غير زعما هذا هذه الفكره ديالي وصافي اللي بغيت ندير شي حاجه اخرى غادي نديرها. الفكره كاينين بزاف غادي نقطع لي شويه هانتوما كتشوفوا وحده على وحده تجي البنات رائعه وزوينه. جربوها انا كندير لكم هادشي كنجرب عاد كندير ماشي غير كنوض وكندير لكم هادشي شي كنديرو في داري ولا ونطبقوا هادي. درتها شويه غليظه حيت كنقول البطاطا غادي تطيب في ساعه مي بون كتجي هي زوينه بحال هاد الالوان بحال هكا. ولا تقدروا ديروا البنات مطيشه الا عندكم لي طوماط هي كتجي زوينه كتزاد زعما كتلونوا الالوان بحال هكا. البنات غادي شوفوا انا راه قلت لكم درت داكشي اللي عندي في الدار بقات عندي البطاطا صغيره شويه مي بون كلشي كيتكال كما كتشوفوا تكون بحال هكا البنات تكون زوينه الوان الوان زوينه صافي. غادي تبعوا بحال هكا البنات حتى الاخر وغادي غادي نرجع معكم باش نوري لكم اش درت. البنات كتشوفوا الطبق نتوما شفتوا كي درت ليه جرائع بطاطا مع كورجيت غنديروا ليه شويه الملح عندنا غير شويه حيت غادي نديرها في لاصوص غير شويه باش نكثرها فوالا وشويه ديال الابزار هذا اختياري حتى هو الا بغيتو ديروه فوالا. هادشي كلشي كيعطينا سمات البنات وهانتوما غادي بقى ليا البصله البنات غادي ندير عليها البصله غادي ندير عليها البصله شويه الريحه ديالها كتشهي البنات هاد البصله كتعطي البنه لسميتو لهاد الطبق صافي. واحد غادي يدير داكشي اللي بغا يدير القياس انا غير غادي نغطيها بواحد شويه كتعجبني البصله بزاف سيغتو ديك الخضريه كتجي زوينه. دوكا البنات غادي نحكو عليها هاد الثوم نحكو عليها الثوم البنات حتى هو اختياري الا بغيتي ديروه ما باش ديروه ما ديروه ها هو طبق خفيف ومنعش وزوين زعما اطباق صيفيه يا البنات هادو اطباق صيفيه معتبره زوينه وهادشي رخيص ما قرعه رخيصه الصلاه كلشي هادشي عندنا في البيع البويل ديالنا. غادي ندير هادي اللي بقات تقدروا ديروا القزبر البنات هذا حتى هو اختياري القزبر هانتوما كتشوفوا البنات دروك غادي ندير سميتو غادي نهرس البيض ديالي كنحاول باش يبان لكم كلشي. غادي نهرس البيض ديروا على داكشي على حساب الطبق ديالكم
انا بوغ لانستو غادي ندير ربعه غادي نشوف واش غادي يقدوني ولا لا. ربعه ولكن ديما عندي البيض بحجم صغير انتما كتشوفوا. نديرو لا كريم ولا القشجه الطريه. انا ما عنديش، عندي غير هاد ياغورت، ياغورت مسوس هانتوما تشوفوا سميتو. وغادي ديرو شويه ديال الملح، البزار، جوزة. غادي ندير هادشي باش ما ننساش البنات هادشي. غادي ندير شويه الجوزة. الجوزة كتكون زوينه في هاد الاطباق ديال لي غاتا. الجوزة ولا اش كيقولوا ليها، الجوزة ولا المسكاد بالفرنساويه، المسكاد. المهم هادشي هانتوما اللي تشوفوا. والبنات في الاخر غادي ندير ليها لا سميتو، غادي ندير ليها البغيير الفوق، الفرماج المحكوك. كنتمنى الشعلي يقدني البنات، جيسبيغ. غادي يبان لكم البنات هانتوما. غادي ندير شويه الفران، راه درتو على 180 درجه. المهم ديروا كل حاجه، غادي تديروا لها شويه كل طبق هانتوما. البنات كيشهي غير جربوه زوين زعما، ما عادش تندموا. البنات ها هو الطبخ، غادي نديرو في الفرن وان شاء الله ملي غادي يكمل غادي نوري لكم. ولا الطبق البنات انا درتو في الفران حيت الطبق كبير، وغادي نخليه حتى طيب شويه، وغادي ندير ليه سميتو، غادي ندير ليه الفرماج في الفوق باش ما يتحرقش. فوالا ونتسنى واحد شويه حتى كيطيب. البنات دوك راه طاب الكغاتا، غطيتو بشويه ديال الفيلم اليمونتير، وغادي ندير ليه شويه ديال الفرماج. ديروا اي فرماج عندكم البنات، الفرماج موزاريلا، ديروا الكغيير الاخر اللي عندكم. فوالا انا كنفضل نديرو ديما في الاخر حيت كنديرو في الاول، كنت كنديرو في الاول كيتحرق ما تيكونش عنده داك لوغو ديالو. فوالا دوكا غادي نديرو هكا، وغادي نرجعو غير ديك السخونيه اللي كاينه في الفران با بلوس. صافي البنات ها نتوما كتشوفو، وغادي نغطيه. تقدروا تغطيو ولا تقدروا تخليو غير هكاك بها سميتو، وصافي غادي نرجع من بعد. هانتوما هانتوما كتشوفو كيجي رائع البنات. البنات الكراطان ديالي طاب، جا رائع البنات. غادي ديرو ليه داكشي اللي بغيتو، غادي نوري ليكم قدام الكاميرا هانتوما كتشوفو. جا زوين رائع البنات. حاجه وحده اللي ما درت قدامكم شويه ديال الزعتر. كتعرفوا الزعتر المنافع اللي فيه. فوالا هانتوما جا رائع وزوين. ولا عجبكم ما تنساوش بحال العاده ديروا ليا جيم، بارطاج مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم. كنقول لكم شكرا، الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. كنقول لكم شكرا 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 البنات.
كنحطو حيت سخون وكنقول لكم باي باي.